شنو اللي خلاها الطلبة هادو خارجين؟ وكنظن بأن النقطة التي أفاضت الكأس، حيث ما إلا جيت نقول الأسباب راه ما غنساليوش، ولكن النقطة التي أفاضت الكأس هو قرار تقليص من 7 سنوات إلى 6 سنوات. راه كنعيشوا واحد الوضعية اللي كارثية في التكوين التطبيقي في المستشفيات، بينا بزاف مصلحة عامرة. 97% ديال الطلبة في شعبة الطب صوتوا بإضراب مفتوح على الدروس النظرية وعلى الامتحانات وعلى التدريب الاستشفائية. الخارجات الصحفية كاذبة تتنشر مغالطات للرأي العام. الطلبة جاوا الجمهور العام صوتوا على إضراب. حنا كممثلين ديال الطلبة لقينا الطلبة صافي قالوا كنخرجوا في إضراب بواحد النسب اللي عالية. حنا راه بلاصتنا المدرجات ماشي بلاصتنا قبة البرلمان. حنا اليوم في ندوة صحفية وطنية يعني اليوم بالرباط من أجل تصحيح المغالطات ومن أجل أيضا تنوير الرأي العام حول ما يقع اليوم داخل كلية الطب والصيدلة بالمغرب، يعني شيء يدعو للقلق، شيء يدعو لعدم الطمأنينة. قرارات عشوائية ضبابية في كل ما يخص يعني دراساتنا، في كل ما يخص تكويننا. نطرح العديد من الأسئلة ونطلب فقط يعني بعض من الوضوح. يعني اليوم يعني كنشاهدوا العديد من القرارات، قرارات أحادية اللي اتخذت من طرف الوزارتين، كمثلا قرار تقليل السنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات. يعني هذا القرار الذي لم يكن يعني لم يكن معه العديد من يعني العديد من لي ميزور دكومبانيومون. يعني وهذا الشيء خلينا نتسائلوا علاش، لماذا يعني هذا التقليص؟ يعني احنا اليوم كنطلبوا بتجويد التكوين ديالنا، فكيف يمكن اننا نجودوا التكوين ونقصوا عام واحد التكوين اصلا يعني فيه مشاكل، في بلاصه ما نصلحوه يعني شنو هو الحل؟ هو ان نقصوا عام. يعني مازال ما كاينش اصلا تدابير اللي غتسمح بهذا التقليص ولا اللي غتسمح بهذا التغيير في المنظومه. اليوم المواطن المغربي محتاج الطبيب يعني مكون الطالب يعني اللي الطبيب يعني اللي مستفاد من التكوين اللي هو جيد، ولكن يعني بهذه القرارات هذه فالمواطن المغربي ولا غيتقاس، المواطن المغربي هو اللي ما غيلقاش عند من يداوى. وبالتالي كنطلبوا استجابه العاجله يعني من طرف الوزارتين. يعني كما شفتوا خرجنا في وقفات محليه، وقفات وطنيه، مسيرات وطنيه واكثر من شهر، يعني وحنا نعاني يعني من الصمت. كنطلبوا منهم انهم يجلسوا معنا طاوله الحوار، اننا يناقشوا معنا وان نلقاو حل سريع يعني لهذا التكوين ديالنا. ويعني احنا يعني كطلبه وكاطباء الغد وكصيدلات الغد بغينا نرجعوا للمدرجات ديالنا، بغينا نرجعوا للتدريب الاستشفائي ديالنا وكنتظروا الحل بفارغ الصبر. فاحنا هنا اليوم نظمنا هذه الندوه الصحفيه من اجل تنوير الراي العام فيما يخص المطالب اللي خلات الطلبه ديال الصيدله انهم يخرجوا في واحد الاضراب مفتوح اللي جاء بعد مجموعه من حلقات النقاش بين الطلبه اللي حددوا فيها المشاكل ديالهم واللي تمثلت في الرفض الكلي الزيادة من عدد الوافدين للشعبة، حيث أنه لقينا بلي هذا الرفع كبير جدا، فدزنا من 60 طالب إلى أكثر من 140 طالب في ظرف سنتين. فإلا كنا احنا الطلبة اللي دزنا في واحد العدد اللي كان شوية قليل، كنعانيو من واحد المشاكل سواء في الدروس النظرية والدروس التطبيقية والتدريب الاستشفائية. فكيف يعقل انه هاد الناس اللي غيجيو مورانا واللي الاعداد ديالهم كبيره ما غاديش يعانيوا من نفس هاد المشاكل؟ اضافه الى انه ما كنشوفوش باللي كاين واحد المواكبه اللي غتخلينا يكون عندنا امل بان هاد الناس اللي جايين من بعد غادي يكون توفروا لهم ظروف ملائمه للتكوين. اضافه لهذا كاين مشكل تاطير في التدريب الاستشفائيه للسنتين الرابعه والخامسه اللي كيدخلوا الطلاب سواء الصيدليه الاستشفائيه او المصالح الاستشفائيه ما عارفين شنو لي زوبجيكتيف اللي خاص يخرجوا بها من هذا لي ستاج، ما عارفش شنو خاصو يدير، ما عارفش شكون اللي غادي ياثروا، لدرجه انه كيبقى يدور السيرفيس كيقلب غير على شي واحد اللي غادي يقول ليه شنو خاصو يدير وما كيلقاش. فبالتالي كنطلبوا انه يكونوا دي زوبجيكتيف لي بيان بريسي لشنو طالب الصيدله، شنو الدور ديالو في المصالح الاستشفائيه. اضافه لهذا كاين مشاكل تخص السلك الثالث واللي الاهم ديالها هو واحد السنه اللي كيخص مورا ما كيتخرج طالب الصيدله خاصو يتسنى عام باش انه يدوز مباراه الاقامه. فهاد العام شنو غادي يدير فيها الطالب؟ واش يمشي يدير كارير ديالو في بلاصه اخرى ولا يتسنى باش انه يدوز هذه المباراه؟
إضافة إلى هذا كاين عدد المقاعد المحدود واللي تقريبا ما كيتحركش كيبقى نفسه، واخا كنشوفوا باللي العدد ديال الطلبة كيتزادوا نفس المقاعد كيبقاو، فكيف يعقل أن دفعة تتكون من 30 طالب عندها 10 ديال المقاعد في مباراة داخلية، والدفعة التي تاليها واللي عندها 70 طالب حتى هي عندها 10 المقاعد في مباراة الداخلية، وهذا الشيء بغينا أن يكون الرفع من عدد المقاعد باش أننا نحققوا تكافؤ الفرص. ومن غير هذه النقطة بغيت نشير المسيرة اللي كانت خاصها تكون مسيرة في الجمعة الفارطة، واللي فجينا الأرض الميدان تصدمنا بالمنع ديال هذه المسيرة، فالطلبة ما فهموش كيقولوا حنا كنا كنديروا مسيرات سواء في 2015-2019 اللي كانت كتمر بزيرو مشكل، اللي كنا كنتعاونوا فيها مع السلطات كننظموا مزيان، الطريق ما كتحبش، كيكون زيرو انسيدون، فكيفاش هذه المرة تم المنع ديال هاد المسيرة. وللإشارة للانتباه أنه نهار قبل من هذه المسيرة كان خرج واحد البلاغ من وزارة الصحة والتعليم اللي كيقول باللي حققنا 95% من المطالب ديال الطلبة، فكندعوهم لأنهم يرجعوا للمدرجات ويدوزوا الامتحانات ديالهم. فهاد 95% حنا الصراحة ما كنشوفوهاش في داك المقترح الوزاري، وراه داكشي علاش الطلبه رفضوه، حيت كنت حقق لينا 95% من المطالب ديالنا راه ما غاديش تلقانا خرجنا في واحد المسيره اللي تحولت لوقفه في مدينه الرباط.